أعزائي طلاب الصف الأول إعدادي، حل منهج جيم 2021، امتحانات المحافظات في صفحة 59، الامتحان الثالث اللي هو طبعا القليوبية، محافظة القليوبية. السؤال الأول طبعا بيبقى ليسن، السؤال الثاني بيبقى ذلك محادثة. بيقول لي واتس يور فيفورت هوبي، ما هوايتك المفضلة يا ياسمين؟ قلت لها تيز بلاينج نوت، إنها لعب نقط. طبعا هنكتب تشيس الشطرنج، وهنعرف ليه اختار تشيس من خلال المحادثة. لها وندر فول رائع. سألتها سؤال دو يو بلاي ات، قالت لها اي بلاي تشيس، انا بلعب شطرنج اون فرايديز في ايام الجمعه. وات ابوت يو، وانت ماذا عنك؟ يبقى نقولها هنسال هنا سؤال وين متى دو يو بلاي ات، بتلعبيها امتى؟ قالت لها انا بلعبها اون فرايديز في ايام الجمعه. طبعا هنا اون فرايديز زمن، سالنا عن وين. بعد كده قالت لها اي لايك نقط بوكس، اي لايك ريدنج بوكس، هي كلمه ريدنج قراءه الكتب هي اللي تمشي معاها، يبقى لك ريدنج بوكس. بعد كده قالت لها وات كايند اوف نوت، ما نوع نوت دو يو لايك اللي بتحبيها، يبقى وات كايند اوف بوكس، ما نوع الكتب دو يو لايك، هنكتب كلمه بوكس بس وات كايند بوكس دو يو لايك. قالت لها ادفنشر بوكس، كتب المغامرات. بعد كده سالتها سؤال، قالت لها بيكوز زي ار اكسايتنج، هنا مثيره، يبقى واي، هنسال بواي لان الاجابه لما يكون بيكوز بنسال بواي. واي دو يو لايك، زي انت ليه بتحبيهم؟ لان هم زي ار اكسايتنج، اللي هم مثيرين او ممتعين. قالت لها يو ار رايت، انت على حق. الصفحه اللي بعدها القطعه بيتكلم بيقول وي دونت نو هو ميد تي فور ذا فيرست تايم، احنا ما نعرفش مين اللي عمل الشاي لاول مره. بات وي هاف هيرد، احنا سمعنا اند ريد ميني ستوريز، وقرينا قصص كتيره اباوت ذات عن هذا. نيرلي تقريبا 5000 ييرز اجو، من 5000 سنه مضت، ذا كينج ملك اوف تشاينا، ملك الصين، بويلد هيز درينكينج ووتر، طبعا غلى طبعا الميه، ميه الشرب بتاعته، اندر اتري تحت الشجره، يعني هو كان بيغلي ميه بتاع الشرب يعني تحت الشجره. سم اوف ذا ليفز، بعض الاوراق، فيل انتو، سقطت ان ذا بوت، سقطت في الاناء اللي هو بيغلي فيه الميه السخنه دي. وين هي درانك ذا ووتر، لما شرب الميه بقى اللي فيها الاوراق اللي سقطت دي، هي لايكد ذا تيست فيري ماتش، يعني حب الطعم جدا. هي صوت، هو فكر او اعتقد ذات ذا تيست كيم فروم، ان الطعم الحلو ده كيم فروم ذا ليفز اوف ذا تري، جه من ورق الشجر. بيبول درينك تي، الناس بتشرب الشاي بيكوز، بسبب بيكوز زي ثينك ات هيلب ذيم، بيساعدهم ستي اويك، ان هم يبقوا يعني يقظين صاحيين يعني فور ا لونج تايم، لوقت طويل. وي اول نو، احنا كلنا بنعرف ذات ات از جرون ان تشاينا، هو بينمو في الصين اند انديا، الصين والهند الشاي بينمو هناك او بيزرع هنا. Many people like to drink tea، في ناس كتيرة بتحب تشرب الشاي with milk، باللبن. Others، الآخرين like to have it، بيحبوا يتناولوه with lemon، بالليمون أو ليمون بالليمون. When they feel tired، لما بشعرهم تعبانين بس. People usually have tea، الناس عادة بتتناول الشاي in the morning، في الصباح، and after lunch، وبعد الغداء. السؤال الأول بيقولي why do people drink tea، ليه الناس بتشرب الشاي؟ احنا قلنا هنقول بقى اللي هو because they think، هما بيعتقدوا help الذم، بيساعدهم to stay awake، يعني هما يبقوا يقظين. يبقى هنقول كده it helps them، بيساعدهم to stay awake، ان هما يبقوا يقظين، اللي هو هتلاقوها في القطعة هنا موجودة، اللي هو يعتقد ان بيكوز مثلا، او ما يعتقد ان هو تهل بالزيم تو سي اوي، الاجابه سي اوي اويك. بعد كده وين دو يو يوجوال درينك دي، انت متى بتشرب الشاي؟ طبعا هنقول الناس بتشرب شاي عامه ان ذا مورنينج، في الصباح، اند افتر لانش، وبعد الغداء. اهو الاجابه الادية هتكون رقم 2 اللي هي في اخر سطر، هيبقى في الصباح ان ذا مورنينج اند افتر لانش، وبعد الغداء، ذا مورنينج اند افتر لانش. بعد كده وات داز ذا اندرلايند بروناون، الضمير بتاعته خط يشير الى ايه؟ طبعا هو بيشير الى الشاي التي، اللي هو هنا هتلاقوا تلاحظوا ان هو بيشير على كلمه تي الشاي. لو دورنا في القطعه هنلاقي الضمير ات اهو، لايك تو هاف ات ويز ليمون، يعني هم الناس بتشربوا بالليمون، يبقى قصدهم على الشاي. بعد كده ذا اندرلايند وورد نيرلي مينز، الكلمه نيرلي تعني نيرلي، معناها الموست يعني تقريبا، نيرلي والموست بمعنى واحد هو تقريبا. بعد كده بيقول لي بيبول يوجوال درينك تي ويز، الناس عاده بتشرب الشاي ويز نقط، لازم نقرا السؤال الاخر، وين زي ارتر، لما كنت تعبانين بيشربوه بالليمون، الليمون يعني، وليس بيشربوه بالملك باللبن، لان هم بيشربوه باللبن ده عاده، لكن لما بيشربوه لما يكونوا تعبانين زين ارزي تارد، يبقى ليمون اللي هو الليمون. بعد كده تي از جرون ان، الشاي ينمو فيه، طبعا هل بينمو؟ طبعا في البلدين اللي هم بوث بي اند سي، اللي هو بينمو في تشاينا وانديا في الهند، ما ينفعش اختار واحده منهم بس، لان هو بينمو في الاثنين، يبقى نختار الاجابه بوث بي اند سي.
بعد كده بيقول لي ان ايجيبت في مصر ستودنتس جو تو سكول اون فرايديز، ايام الجمعه طبعا نيفر ابدا لا يذهبوا المدرسه في يوم الجمعه، يبقى نختار نيفر. بعد كده نمبر 2 ماي فاذرز سيستر، اخت ابي از ماي نقط، على طول اخت ابي بتكون انت اللي هي عمتي، يبقى نختار كلمه انت بمعنى عمه او خاله، يبقى هنا اخت ابي بتكون عمتي. نمبر 3 نقط از ا جروب اوف بيبل، مجموعه من الناس، او بلاي ميوزك توجذر، بيعزفوا موسيقى مع بعضهم، يبقى على طول نختار كلمه باند، الفرقه الموسيقيه هي دي، هم مجموعه موسيقيين بيعزفوا مع بعضهم، يبقى نختار كلمه باند. بعد كده بيقول لي there not much water on the floor of the bathroom، الحمام كان فيه مياه يعني كتير على أرضية الحمام، يبقى على طول نختار there is. ليه؟ لأن هنا كلمة water لا تعد وتعامل مع مناط المفرد، ما ينفعش ار ولا غيره، يبقى نختار there is much water in the floor of the bathroom، الحمام. بعد كده last year ماضي بسيط، we went to أسوان، ورحنا أسوان، and bought some، واشترينا بعض النقط علشان to remember، لكي نتذكر the places we visited، الأماكن اللي احنا زرناها، يبقى على طول أكيد هنشتري هدايا تذكارية اللي هي souvenirs. souvenirs هنا بمعنى هدايا تذكارية، لأنها بنتذكر بها المكان اللي احنا بنروحه، كلمة souvenirs. بعد كده 6 they are taking note، I am sending you one of them their photos now، أنا هما بياخدوا نقط وانا باعت لك واحده من صورهم دلوقتي، وعلى طول هما بياخدوا سيلفي، طبعا ايه تيك سيلفي معنى ياخد معنى صوره شخصيه، يبقى نختار كلمه سيلفيز اللي هو الصور الشخصيه او اللي هو الصوره السيلفي دي بيسموها سيلفيز، يبقى تيك سيلفي كمان عندكم في المنهج. بعد كده ماي فريند عمر، صديقه عمر، نقط هيز هوم ورك ناو، بيعمل واجبه الان، ناو بتدل على المضارع المستمر اول ما نشوفها وهي مهمه جدا، نحط ام واز وار والفيرب باي ان جي، هنا اسم مفرد مستر ماي فريند عمر ياخد مفرد ياخد از والفيرب باي ان جي، يبقى نقول على طول از دوينج، از دوينج الاجابه تكون از دوينج هي دي الاجابه الصحيحه. اي بتاخد ام، وهي وشي واز واسم المفرد بياخد از، وي ويو وزي والاسم الجامد بياخدوا ار، وبعد كده نحط الفعل اي ان جي زي دوينج هنا بمعنى يفعل، حطينا لها اي ان جي دوينج. نمبر 8 students should follow the school، الطلبة يجب أن تتبع the school نقط، طبعا school rules على الكلمات اللي هي القواعد المدرسية اللي عندكم في المدرسة، يبقى the school rules، نختار كلمة rules بمعنى قواعد. نمبر 9 نقط person makes good decisions، الشخص نقط اللي بيعمل قرارات جيدة، طبعا قلنا sensible person اللي هو الشخص العاقل أو الحكيم، sensible person اللي هو makes good decisions اللي بيقوم بقرارات جيدة، نختار كلمة sensible. نمبر 10 هي جوست سكول باي بايك، وبيروح مدرسه بالعجله، هي لايكس نقط، يبقى اكيد بينقط طبعا، هي لايكس سايكلينج ركوب الدراجات، ما طالما جايه بايك او بايسيكل يبقى نختار كلمه سايكلينج اللي هو ركوب الدراجات. نمبر 5 ريد اند كوريكت، بيقول لي ماي فريند از فيري كايند، انا طيب صديقي طيب، اي لايك نقط فيري ماتش، اي لايك هيم، هو عاوز ضمير مفعول عايده على ضمير ماي فريند اللي هو الضمير هي، هي منها ضمير مفعول اي لايك هيم فيري ماتش، ونختار هيم، ولاحظوا ان ضمير مفعول بياتي بعد فعل او بعد حرف جر، يبقى هنا اي لايك هيم فيري ماتش وليس هيز، هيز بتيجي مع الملكيه. اي ما فيش هنا مملوك على اي حاجه خالص. اي فيزيت لوتس اوف انترستنج بليسز وين اي ووز يونج، وين اي ووز يونج دي كلمه داله على الماضي البسيط، يبقى لازم نجيب الفعل هنا في الماضي البسيط، الماضي من فيزيت فعل عادي جدا نختار من حطوله اي دي، يبقى فيزيتد، ويبقى الاجابه ساعتنا صحيحه، يبقى فيزيتد، يبقى I visited lots of interesting places. بعد كده بقول لي there are any vegetables on the table، any بتدل على النفي، فما ينفعش اقول فيها there are، نخليها طبعا there aren't، there aren't any vegetables، لا يوجد اي خضروات، وتبقى الاجابه سليمه aren't، لان any بتيجي في النفي وليس في الاثبات، ولاحظوا ان هو برده جايه aren't علشان vegetables جمع، كان ممكن نركز، كان ممكن يجيب لنا دي الكلمه دي مفرده، يبقى كمان كنا غيرناها isn't كمان، لكن هنا هو عاوز بس النفي فقط، يبقى there aren't any vegetables. بعد كده بيقول لي my father have got a mustache، طبعا يمتلك شاربه كده، طبعا المفروض ان هو الاسم المفرد ما بياخدش have got، بياخد has got، يبقى نخلي have هي has، لان احنا عندنا have got بمعنى يمتلك و has got بمعنى يمتلك، قلنا I و we و they و الاسم الجامع بياخدوا have got، و he و she و it و الاسم المفرد بياخدوا has got، my father اسم مفرد خد has got. بعد كده يبقى يكتب باراجراف عن your best friend، وان شاء الله الباراجرافات هتبقى ليها ان شاء الله فيديوهات ان شاء الله لوحدها، نتمنى.